رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. وهنبتدي معاكم مع الاخبار المحليه، لكن الاول نشوف عناويننا ايه. الفجر: ابو ريده يرفض عقاب خفير اجيري. الوطن سبورت: لهيتا يكشف مصير مشاركه لاعب الاهلي مع المنتخب امام النيجر. سوبر كورة: الجبلية تؤجل اجتماعها بسبب سفر مجاهد وعبد الغني. اليوم السابع: مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي يدخل حسابات أجيري. يلا كورة: عامر حسين مؤجلات ضعيفة للأهلي، سيواجه أندية هزمت الزمالك والإسماعيلي. الوفد: رسميا كوكا يغيب لنهاية العام بسبب الإصابة. مدرب الفراعنة صلاح لم يرفض المشاركة مع المنتخب. اليوم السابع: محمد صلاح يدعو الجماهير لدعمه في جائزة البي بي سي لأفضل لاعب في أفريقيا. سكاي نيوز: من بينهم صلاح، ميسي يطلب 4 لاعبين بالاسم في برشلونة. آس: ميلان يستهدف ضم قائد تشيلسي في الميركاتو الشتوي.